اليوم راح نتكلم عن متلازمة العين الجافة. تعريف متلازمة العين الجافة: المرض مزمن يصيب طبقات العين بسبب نقص في أحد طبقات العين الثلاثة التي تعمل على إفراز الدموع. نتائج الدراسة توصلنا إلى أن أغلبية المصابين بمتلازمة العين الجافة هم من النساء، من يبلغ أعمارهم أو يتجاوز أعمارهم 40 عام. بعض المؤثرات التي تساعد في انتشار متلازمة العين الجافة هي مثل استخدام العدسات اللاصقة اليومية، إجراء عمليات الليزك، أيضا بعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض الغدة الدرقية، أيضا الاستخدام المطول للأجهزة الإلكترونية.